يوم طبيعي عبادي كان يسوي كيفينج، وفجأة تسلسل شيء من وراه وغدره وعضه، ولكن ما كان يدري عباد انه هذا الشيء راح يغير كثير بحياته. فجأة فوت عندي قاعد ينقص، ما ادري ايش السالفة وما ادري هذا من وين طلع اصلا. وكمل عباد تجميع موارد ولا كأنه صار شيء. ما كان يدري انه الشيء اللي عضه هو مصاص دماغ. تحديث سريع، عبادي النكب اللي عضني كان مصاص دماء وشكلي اختلف وصار عندي سرعة سريعة. ماي جاد، اوكي ركزوا معي، بين فوكس شويتين، فوكس الله يسعدكم فوكس. عبادي حاليا النكب صار مصاص دماء، اوكي الحياة تجارب فلازم نجرب الشيء هذا. فحلقتنا اليوم راح نجرب نصير مصاصين دماء لمدة معينة 24 ساعة اي شيء. انا مصاص دماء، راح احاول استكشف القدرات حقت مصاص الدماء، وبنهاية الحلقة راح نحاول نرجع بن ادمين ما بيضل مصاص دماء. اتفقنا؟ هذه حلقتنا اليوم. نقول بسم الله، اظن قرب يجي الصباح. مرة غلط، ابي ليل، اظن انك مصاص دماء، اظن انه يضرني الصباح، يب يضرني مرة يضرني. ما عندي فود، ابى اجمع لي شوي من ذولي ودي اخلص. شكرا لكم، تعال. والله اني قوي. هلا هلا والله، قرب يصغير اخر من قدامي. لا رنك واخر واخر رنك واخر. على الاغلب جمعت خير. ابي الليل، ولكن ما ادري كيف اجيب الليل. اوكي الان الامور تمام، ما قاعد دمج، هذا شيء مره حلو، ولكن احس لا طلع الصباح مره راحت معط. اوكي راحت معط مره. يما ده الدمج. ابدي مص اوبا موت. يو دمجت مره عيال، كفى هيل ناكل فود. فود ينقص، ما اقدر اكل فود. دقيقه خليني افكر، دمج شكلهم ياكلون دماء. دم. تعال يا ورع، انا فين في قرب. تعال دقيقه، في انا لاحظت هذا الشيء يوم جاني شفت درينك بلاد. تكفى تعال، بموت كذا والله، بموت كذا. اصبر بخاطر. شرب منه دم والله، شربت منه دم والله. شربت يمه دجاجة. عندنا اشرب منك دم؟ لا انت قتلت دجاجة. بس الفيلدرز هذه مخاطرة، لكن راح امشي. لا الوضع كذا مرة جدا سيء يا جماعة الخير. لازم نشوف لنا شيء ننام فيه عشان يجي الليل، اوكي؟ والفامبايرز عندهم اشياء ينامون فيها، واللي يعني والعياذ بالله التابوت، يعني التابوت هم سبحان الله كذا، وهم كذا ناس مرضى يحبون ينامون في التابوت كذا، يحسون نويس كذا يرتاحوا ما ادري ايش. المهم علشان نسوي التابوت هذا نحتاج جولد، وعندي جولد بس يبي اطبخ الجولد، والخشب هذا يكفي ان شاء الله يعني. اوكي وش نسوي؟ كرات تبل بهذا الشكل، يا سلام، نحط طاينة. خبش زياده نحتاج. طيب نحتاج اول شيء نسوي فرن بهذا الشكل، يا سلام، نحط الفرن هنا. نحتاج حبتين جولد. بحاول اسرق الخشب اللي هنا هذا، الله يسعدكم، لانه نبي الليل ما يمدينا نتحرك، ابدا. ولما نشوف وضع الفود، اذا يمدينا نحطه مثلا الدن، نحط نحبس الدم في باتلز ولا شيء زي كذا، ونصير ناكله بعدين، بيكون شيء صراحه مره كويس. على الاغلب انه راح يكون الموضوع زي كذا. يا سلام. ايوه هذا هو كفن، ونعاذ بالله، الله يحسن خاتمتنا يا جماعه الخير. عندنا بس عشان يجي الليل، بس عشان يعني شكوى لله بس. اوكي جليل، عطني هذا، خلينا نحطه معنا. يا سلام يدينا طلحين. اي والله يدينا طلع. في خاصيه مره جميله في مصاص دماء، اللي هي اذا نطيت سويت شيفت تصير خفاش، بس انا اظن يبي لي اشيل دروعي عشان اصير خفاش بني ادمي زي كذا. بس ليش تروح؟ ايوه انا خفاش يا جماعه الخير، يقطع ام الفله. اوكي هذا شيء مره حلو. اوكي اني وصلت دماء، يمديني اطير، يمديني اطير اسحب على كل شيء حولي، فهذا شيء مره حلو. يعني هناك شوف في بوب، يمديني اروح له نشوف ايش في فيها. اظن ما اظن اني نحتاجه، بس احس اني ودي اروح. ايش رايكم نروح؟ لا بس احس اني بطيء لو اني انسان عادي او معليش لو اني خفاش راح يكون الموضوع اسرع. يب زي ما انتم شايفين، يعني الخفاش نستخدمه لاوقات الطارئه زي كذا تقريبا. شوفوا كيف، اصبروا خلينا نوصل لمكان ما. كيف كذا نستخدم الخفاش، كذا نطير نوصل للمكان النبي، بعدين خلاص امور تمام. بعدين يا هلا والله في بلوكت جولد، يا عيني في فلنت، والباقي يعني اشياء ابو كل ما اظن انت نحتاجها. ناخذ بلوكت الجولد هذه. انا اسف، ناخذ الجولد الثاني ليش لا، وناخذ لطيح لطيح فين.
خفاش انا معلش انا خفاش. طيب الشيء اللي ودي اسويه حاليا اني احاول اني اخزن دم القرويين علشان اكله بعدين، يعني بما انه هذا الوحيد الاكل، فهمتوا علي كيف؟ هذا الشيء الوحيد اللي يمدينا نمشي فيه. فالغالب انه اول شيء اللي بنسوي جلاس بوتلز، يعني بنروح للمكان اللي كنا فيه هنا واحاول اخذ حق هذا. اوكي شكرا لك. ونوصل لمكان قريبنا ونحاول نحرق ساند. عندي حبتين ساند والخبشات هذه نحرق. عندي ايرون بسوي لي اكس فيه. الظل يحرقون بعد. ابي قروي عشان اعضه. قروي قروي نبي قروي نعضه. نبي دم من قروي. لو سمعت يا قروي تعال تعال. شكرا لك. والله عاد فل العيال والله يقطع من العواس. هاي ثلاثة. اوكي نروح نسوي فيها جلاس باتلز. حط الجلاس باتل بلدي الثانية زي كذا بطق. مات القروي هذا، نبي قروي ثاني. اوه في هناك واحد محبوس. ايوه اخر انت ورن وجهك. بدنا نعظم ونعبي الباتل. شوفوا كيف صار عندي باتل انه باتل اوف ذا من ذولي من ذا اصبر بعد حبه بعد حبه تكفان تكفان اصبر من ذولي ذول يطقون. اوه يمه ولا يطقون ذول شكلهم هانترز يا جماعه الخير الصيادين شو اسمه الذين الفامبايرز. اخر انت وراسك اخر انت وراسك اصبر تكفان تاخر انا فايق لك تكفى ناخذ الدم الاخير. طاح لي بوشن اصبروا ناس عندي ثلاثة احس بدي اجمع زيادة بس هذا ايش هذا؟ بايزن يع ارمي هناك مرة نايس بانه يمدينا اول شيء نحط دم عندنا اوكي صار عندنا ثلاثة باتلز اوكي يمدينا ناكل اي وقت اظن يبي اجمع شوية ساند زيادة ايش رايكم؟ علشان نضمن انه يكون عندنا دم كثير عشان لا جعنا سريعنا نشرب دم وهدفنا يا جماعة الخير اليوم نستكشف كل الطاقات حقت المصاص الدماء بعدين نرجع عاديين في طريقة طبعا انه نرجع عاديين بس بالنهاية راح اقول لكم عليها نبي نستكشف زيادة احس اني ما زال في ترى في اشياء كثير جد باتل زيادة يا جماعة الخير والحين على السريع زي كذا بوم بوم يا سلام عندنا ستة الحين اظن مدينا مش وضعنا تمام التمام بس احس يا رب ما يموت القرويين انا احتاج مره هذا القروي شكله بيودع صراحه اوكي زي ما قلت لكم ودع ما في هنا قروي سكر باب سلام عليك هاب اخبارك مسوي ايش في قاعد يموت اخبارك ايوه ايوه تعال تعال ورع تعال اوكي مات اوكي اخذنا منه بدلز كثير طبعا الحين في سلاح راح نسوي سلاح خاص اوكي ولكن السلاح هذا يحتاج حبه النذر رايد والنذر رايد هذه ما عندنا فعلى الاغلب انتم كنزين انتم كنز الله يسعدكم تعالوا شكرا خلاص كذا انا فللت دم الله يسعدكم يا سلام الحين بدنا نطلع وناخذ راحتنا وعلى الاغلب الخطه راح تصير الان انه راح نروح للنذر اوكي ركزوا راح نروح للنذر وراح نحاول نجيب حبه نذر رايد فقط واحده فبعد ما نجمع حبه النذر رايد هذه راح نرجع للمكان الرهيب حقنا اوكي كيف اطير ايوه زي كذا يا سلام يا سلام قبل ادخل ودي اجمع شويتين خشب اوكي اوه صباح اوه والله اني فاهم مره صباح عبادي تكفى ركز بتموت بشكل سريع نسوي لنا اكس ونجمع لنا كم حبه خشبة انه ورانا مشوار في النذر يلا بيكون حظي حلو الاقي نذر رايد سري سري يمه الخطه اني ادور باستين يا جماعه الخير وفلتسات الاقي فيها النذر رايد هذه الخطه ولكن قبل نروح الباستين وادخل ابي انام الله يسعدكم ما ودي اتدمج ومن هنا لهناك راح اتدمج اصبح الليل راح اسوي باكت ماي أظن كذا بوابتنا جاهزة وعندنا الفلنت خلينا نقول بسم الله وندخل على النذر زي ما قلت لكم الخطة باستيون الباستيون يكون فيها نذر رايت على الأغلب حتى يكون فيها حبات فهذه الخطة طبعا أنا ما أتدمج هذا الشيء الرهيب الله جو أجواء يا جماعة الخير عندي الخفاش يعني مو مرة سريع ولكن يعني نحاول بإذن الله نكون نحاول يا جماعة الخير أعوذ بالله بموت أنا كذا تعالوا تعالوا طيب الخطة شكلها مشي والله مطولة مرة راح نطول ونطير ولكن اذا مكان عالي برقال وشي زي كذا راح يساعدني مرة اني اطير فهمت علي كيف؟ الخطة حاليا نذر رايت بس نذر رايت ازقوا وصلنا يا جماعة الخير وهنا في تشست اوكي بعد بحث طبعا مطول هنا في تشست اخذوه قبل يجوني ذولي بس تكفى الله يخليك اصبر اصبر فاهم 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 اصبروا في 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 اصبر في عندي شيء ثاني اعطنا ايرون اعطنا اوبسيديان في هذه بعد ايش ندبري ما تحتاجه والله ما تحتاجه والله ما تحتاجه عبادي هرب 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 يا ولد بغيت اموت اوه اهم شيء لقينا نذر رايت اوه ماي جاد يبي لي اكل يبي لي اكل اوه ماي دايز اهم شيء لقينا نذر رايت يا جماعه الخير حاليا يبي لنا بس نرجع بوابتنا يا ساتر يبي قريقي قريب بوابتنا ابدا مو ابدا مو بعيد ابدا ابدا خلنا ناكل عشان اهيل خلنا نرجع العالم العادي على السري الحين وعودنا الى قريتنا الرهيبه طيب اللي نحتاجه حاليا كالدرن ما ادري اذا في مكاننا في عنده كالدرن ولا نحتاج ان نسال بهذا المكان ايوه هذا وهذا في كالدرن يا عيني اظن لازم تكون فاضيه محتاج
يكون فيها شيء راح ناخذها وش نحطها هنا بعدين وش شيك متحمس انت على الكالدرن متحمس الله يسعدك. اول شيء لازم نسوي ايتم اللي هو عشان نحول السيف لذرات هذا اول شيء. وكالتالي نحتاج زي كذا وحبتين ايرون اظن يب هذه السميثينج تيبل حطينا ونحول السيف لذرات بهذا الشكل. بعدين اول شيء نرمي 3 بلد بعدين نرمي السيف. Let's go! Vampire's Reaper. يا 10 attack damage, attack speed. فوق ما عندي strength. اوه! بعد يعني انت vampire بس يعني مو مرة قوي الله يسعد. بغى يمحطني والله اني اسف. اي والله يمير طقو. نايس! طقو وطير. القم يا عطف القم. المهم عشنا ياس ليتس جو. وجبنا السيف الاسطوري هذا 10 attack damage يعني اظن ماشي وضعه. يعني مشي الوضع مشي الوضع. طقة طقتين. اوه! ساعدني باني اذا طقيت اي شيء. اكل صح ليتس جو همشي الحمد لله ايش سالفه الاكل برتاع منها ليتس جو مره 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 شيء رهيب يا جماعه الخير. طيب في اداه نحتاج نسويها ولكن نحتاج 3 حبات دايموند وانا عندي عب الدايموند هذا اللي لقيته لوعيد الكيف حق اليوم. فالشيء راح يصير انه راح ننزل كيفينج حاليا ونلاقي بس حبتين دايموند زياده وبلد اظن يكفي بالضبط عندنا راح نسوي اداه مره مرة اسطورية احس انه افضل شيء. اوكي اقرب يجي الليل انا بنزل كيفينج راح اسحب ابدا بقرا ابادي بتموت نام شكرا ايوه ابادي عشان ما تدمج وتاكل تبن بس معنا السيف الاسطوري هذا اللي تجعنا يعطينا دم او ياكلها يقطع الفله يا شيخ. طيب الخطه حاليا دياموندات حبتين دايموند امون راح تصير فانتستك شكرا على الاكل شكرا يا والله انه السيف رهيب فك ازمه تعال انت مخك تعال. المهم اوه شركة شرب دم كثير الله يسعدني انا حمست. المهم خلينا ننزل حاليا كيف ندور حبتين دايموند بس هذا هدفنا ونطلع نسوي الاداه الثانيه اللي تقريبا كذا مره 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 شكلها اوبي اللي يقول يا عبادي ممكن تطيح بكيف الحين ما عليكم. ايوه شوفين كنت مستعد لها في اي لحظه. اوكي هذا كيف صغيرون سانتوت نبي ننزل تحت بعد هلا والله نبي كيف نطيب الله يسعدكم. ايوه نزلنا لتحت يا سلام يا سلام يا سلام طحنا على كيف نطيب يا جماعه الخير. ايوه في زومبي هنا والله اني ابيك احس انه ما صار عندي فول دمج حتى ترون والله ما صار في عندي فول دمج طعم الفله. ايوه في دايموند هنا بعد ليتس جو هذا النبي. ايوه يا عيني يا عيني يا عيني عيال هذا اول دايموند الاقيه ولقيته بالحظ 4 حبات 4 اورات قطع عمر في البلاد ترى حبات حبات ترى تك حبات بس يقول لك يلا دزها ما 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 لك زياده فا اوكي احنا بس نحتاج 3 المشكله ما نحتاج اكثر من 3 حاليا انا ايش قاعد اسوي زي كذا بدنا نطلع زي كذا بعدين بدك تطلع زي كذا ليش؟ طيب نحطها علينا نطلع القريه تمام ونرجع لكم علشان يا ولاي يا ساتر يا الكريبرز. المهم نرجع نطلع القريه و شكرا وعودنا الى المكان الاسطوري هذا. طيب كالعاده نحتاج 3 بلد البد خلص عندي للاسف داخل 3 ان شاء الله يكون الايتم يسوى. نحتاج بعد ستيك اوكي حبات دائما نحتاج هن ايش صار عبادي شكلي يحطط المخلوط غلط اهم معليش انا رميت حبه حبه المفروض ارميهم مع بعض يعني شوفوا زي كذا ارمي زي كذا زي كذا وين اغراضي تكفى اوكي في الدم ما راح اهم بس البلد راح نحاول نجيب بلد من كم قرو هنا ثاني ايضا كم قرو هنا زابن وهذا هو الله اهلا وسهلا يا كثر البلد يا كثر البلد بنجرب داخل بنجرب داخل هنا نحط الكالدرن اول شيء 3 بلد 1 2 3 3 من ذولي انا شكلي كنت مغلط بشيء اوكي نرمي هذه نرمي هذه ايوه ايوه هذا الشيء الرهيب الماستر ستاف ماستر يعني ماستر يعني بوس يعني كذا كينج فهمت علي كيف؟ ماستر انا ماستر جانا الصيادين الله يقلعكم واخروا 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 ما نبيكم نبي حاليا قروي نبي قروي ليش؟ زي ما انا صرت فامباير وعدوني فحاليا انا بصير فامباير ماستر يعني ايش؟ يعني بسوي لي جيش من الفامباير يعني ايش يعني؟ يسوي يعني انا الجيش وهم يعني يسوون لي اشياء انا ابيها ابيهم يسوون زي كذا ابيهم يقتلون هذا يقتلون هذا ابيهم فهمكم اياها كلها بس خليك قروي بس لقيت قروي هنا قفوا عليه السلام عليكم اخوي اخبارك شو مسوي طبعا نسوي زي كذا ونك ضغط كليك مين انفكشن شايفين الدم كيف تحول بعدين نطقه وصرت عديته انا الحين انا عديت واعديت اتفقنا
الحين ايش راح يصير هذا الشيء؟ لا ضغط عليه كليك يمين يقول I will be your service whenever you need me master. انا بصير انا بسوي لك كل اللي تبي متى ما تبيني يا ماستر. يعني البوست حقه يعني المدير حقه. فهمت بالي كيف؟ لقينا قروي هنا ونبي ناخذ منه شويه دم. الله يسعد عطنا الله يسعد. مو عشانك مو عشاني حتى عشان المينيونز اللي هم ايش صورون عندي. طيب الاداه هذه ايش يا عبادي؟ خلينا نقول بسم الله ومثلا ابي المينيون الله يسعده يسوي كافينج هنا. المينيون اخونا بالله بدي يسوي كافينج هنا ويطيح لي راضينا. انا هنا ايش اسوي؟ ركزوا معي ركزوا بشكل مره سريع. اول شيء حل الخشب هذا اللي عندي كله كامل زي كذا احطه كذا واسوي لي تشست بشكل تشستين بشكل مره سريع. احط تشست هنا واسوي هوبر. هوبر ليش؟ ركز معي يا عزيزي المتابع ركز معي ركز 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 معي ركز. انا راح اسوي هنا تشست راح اشبك ملش راح اشبك هوبر هنا. ايوه والمنيون الأسطورة قاعد يجمع لي نسوي كافينج. أنا يمديني أروح الحين وأرجع بعد وقت كذا وأشوف يعني إيش جاب لي دايموند جاب لي لا 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 وأقرأ المنيون حقي قتلوه. الله يقتل المني بقايل قتلوا المنيون حقي والله قتلوه صار صفر نو عند ما عندي منيون نون ما في قرابي ثاني تكفون اروح تعال ونعديك يا اخوي. هلا هلا شغبال علوم تعال انت عندي. ايوه الحين ابيك ترجع تسوي كافينج في هذا المكان الاسطوري. اسطورتي يا شيخ الله يحميك الله يسعدك بحميك. انا اسف يخليه يسوي لنا كافينج. طبعا يمديني اسوي اجيب مينز كثير واخليهم يحفرون لي بس السالفه انه القريه حقتنا ما فيها قرويين كثير هذه السالفه ولكن انا باذن الله يعني باذن الله في المستقبل لازم نكبر البزنس حقنا. قاعد يودي وين قاعد يحط الاغراض هذا الله يسعدك وين اغراض وين قاعد يحط الله يسعدك. اوه بدا تكسر. ايوه كذا الامور تمام التوفيق يا اسطورتي. ها اخرو لا انا احطكم. طبعا راح نسوي حاليا ايتم جديد احس انه راح يساعدنا اللي هو ايوه عندنا هذا الشيء الرهيب الديب سلت والشيء الجميل هذا ليتس جو الفامباير مير. فامباير مير ايش تسوي هذه الله يسعدكم. شوف ركزوا معي انا ارمي ذولي كلهم ركزوا معي بوم اسمع لكم الوجه هذه بس انه اختفيت صار عندي صرت انفزبلتي. طبعا انفزبلتي هذه تروح بعد مده. شايفين المده هذه اللي هنا هذه تروح هذه ممكن نستخدمها هذه بالنسبه من شيء. يو لا كمل ها كمل يا حبيب والله انك اسطوره بس انه يعني شخبارك انت اشياءك جدا مهمه فايده. انا ابي لقي لي دامج انا هذا اللي ابي احس اني بديت امل هذا بخليه يسوي كافينج. اوكي اظن اني ببدا اني ارجع انسان طبيعي. عشان ارجع انسان طبيعي احتاج 4 جلوستون ما عندي اياها جاستير عندي واحتاج شيء واحد اللي هو الجولدن ابل. جولد عندي بس نحتاج اب فعلى الاغلب يا جماعه الخير راح نبدا انه نحاول نرجع انسان طبيعي. ابدا انسان طبيعي حياه الفامباير جدا صعبه كلها دمار في دمار وهذا قتل هذا وهذا عض هذا ودم ومد. شوف قايل لكم صباح نور شمس. نحاول نكسرنا شويتين خشب. اول شيء نجيب التفاح ولا ايش رايكم نجيب التفاح اخر شيء؟ نجيب التفاح اول شيء ما ادري انا ابغى اني اسوي على السريع. اوكي لا ليش عندنا دائما زياده ما نحتاج ايش عطنا دائما وكسر تحتاج تفاحه واحده فقط. ليتس جو تفاحه يعني خلي عندنا ونحلق على ايش النذر على السريع نجيب جلوستون ونرجع خلاص انا برجع اصير انسان عادي. الله يقطع ام الفامباير على هو تجربة حلوة يعني واحد لازم في حياته يجرب الله يسعدكم يجرب حياة الفامباير. جربنا حياة المستذئب قبل هالك ايرون مان فلاش جرب ترى كثير شايف كان يا جماعة الخير يعني اذا مو متابعة الاشياء هذه كلها راحت عليك الله يسعد يبيك تروح تتابعها وعبادي يقرب يموت. نبي جلوستون ايوه هذا هو يا اهلين وسهلين كذا نحط بلوك ايوه بوابتي نرجع لها على السريع ليتس جو. الله اخيرا برجع انسان طبيعي ودي ارجع اشوف المينيون حقنا هل جاب لنا دايموند ولا شيء. والله انه ياخذ وقت اخونا بالله ولا انه فطس قتلوه ولا شيء ما ادري. خوي اخبارك ايش جاب لنا خلينا نشوف. الله يد قبل ستون بس انا باقي من اوه زلقنا اوكي علشان نرجع نفسنا اول شيء نجي المكان الجميل هذا الرهيب اسطوري اصلا بصير انسان عادي. مليت من حياه الفامباير جربنا القدرات حقتهم يعطيهم العافيه ما قصروا وعبابي الله يسعدهم. نحتاج جلاس باتل اوكي على السريع كذا نسوي هذه الجولدن ابل على السريع بعد يا سلام بهذا الشكل خلينا نرتبهم حبه جولدن ابل 4 ريد جلوستون دست وهذه عندنا البتل الرهيب الاسطوري هذا. نيجي هنا ونرميهم حبه 1 2 3 4
الله، هذا هو، هذا هو البويس اللي راح يرجعني إنسان طبيعي. الحمد لله. شرب. والله شوفوا عجبتها. يا إيش هذا؟ دم. أنا صرت إنسان طبيعي خلاص. حتى بنام. جيبولي سرير. جيبولي سرير بنام. أنت طق. أنت طق ليش طق؟ والله كنت فامباير كنت دعست. عبادي لا ما في لو ما في لو عبادي خلاص رجعنا صرنا إنسان طبيعيين. أنا بس بمشي بالشمس. الله. عيوني الزرقاء رجعت. الله. يعطيكم العافية مشاهدينا جماعة الخير. إن شاء الله استمتعتوا في حلقة اليوم. هذه كانت تجربتنا بأنه نصير فامبايرز لمدة 24 ساعة. والله صرت أكثر من 24 ساعة أحس. وهذا صار تابوتو. يعطيكم العافية مشاهدينا. كان معكم عبادي. نراكم بإذن الله في الحلقات الأخرى وفي أمان الله.